والآن لدينا رئيس وزراء العراق. In the name of God, Excellencies, Heads of State and Government, distinguished ladies and gentlemen. أعبر عن خالص شكري وتقديري للمسؤولين عن تنظيم هذه القمة التي تستهدف موضوعا حساسا ومهما لجميع شعوب العالم، ألا وهو موضوع الديمقراطية. هذا المعنى الذي يمثل قيمة عليا لا يمكن التنازل عنه أو التساهل في الحصول عليها. ولنا في بلدنا العراق تجارب طويلة من النضالات التي قدم فيها شعبنا أغلى التضحيات وأعلاها في سبيل أن ينال حريته بعدما عزلته الدكتاتورية طوال سنوات خلف قضبان القهر والقمع. الحضور الكريم، لقد وضعت حكومتنا منذ التصويت عليها قبل أشهر أولويات عدة، لعل في مقدمتها قضية ترسيخ الديمقراطية في الحياة السياسية والاجتماعية. فالحكومة التي جاءت بعد مخاض عسير لم تترك للخلافات السياسية مجالا للتأثير على رعايتها وأبويتها لجميع العراقيين. فالدستور الذي يؤكد على التعددية هو السقف الذي نجتمع تحته ونحتكم إليه، وهذا يمثل أساس العمل الديمقراطي في كل الدول التي تتبنى الديمقراطية مفهوما سياسيا واجتماعيا. ولأن المجتمع المدني يمثل مساحة الأهم التي تتعزز فيها قيم الديمقراطية، فإن حكومتنا حريصة على إفساح المجال أمام حرية الرأي والتعبير وفقا للقانون. كذلك العمل من أجل توفير البيئة اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية المقررة في هذا العام. وهذا قطعا يحتاج إلى أن يثق المواطن بنظامه السياسي. لذلك بادرنا إلى مجموعة إصلاحات إدارية ومبادرات حاسمة لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة التي تكفل للمواطن في العراق عيشا كريما. فإننا نعتقد بأن استعادة ثقة المواطن وحثه من أجل مواصلة دوره في استكمال وصياغة النظام الديمقراطي هي مهمة وطنية تقع في صلب أولوياتنا. ومن أجل وضع العراق في مكانه الطبيعي، سارعت حكومتنا بعدة إجراءات في مجال تطوير قطاع الطاقة، واتخذنا خطوات واحدة في استثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط، والمستهدف من ذلك أولا إيقاف الخسائر بهذه الثروة المهمة للأجيال القادمة، وثانيا الحصول على مصدر مهم لتشغيل محطات الكهرباء، وثالثا وهو الأهم التخفيف من أعباء التلوث البيئي الذي أدى لزيادة الكلف المناخية التي نعمل على الإيفاء بالتزاماتنا فيها مع دول العالم، لأن كل خراب يمكن أن نتداركه إلا خراب البيئة، فهو يعني أننا سنفقد كل مصادر عيشنا على هذا الكوكب. السيدات والسادة، إن الديمقراطية قدر البشرية الذي لا بد أن يسود على هذه الأرض يوما ما. لذلك فإن الكفاح في سبيل هذا القدر يتطلب تضافر جميع الجهود حول العالم من أجل أن تسود قيم العدالة والحرية والديمقراطية. أكرر شكري وتقديري لكم وأثني على جهود القائمين على تنظيم هذه القمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.